في الأراضي الفلسطينية أدى الرئيس محمود عباس صلاة العيد في مسجد التشريفات بمقر الرئاسة في مدينة رام الله إلى جانب رئيس الحكومة سلام فياض والمسؤولين الفلسطينيين. وفي غزة أكد رئيس وزراء الحكومة المقال إسماعيل هنية الذي أما صلاة العيد أن الثورات العربية تخدم القضية الفلسطينية. سنمضي بإذن الله نحو تحقيق هذه المصالحة على أسس صحيحة. وفي القاهرة احتشد المصلون في ميدان التحرير ودعا خطيب الصلاة إلى الوقوف صفا واحدا خلف الجيش، كما وجه رسالة إلى إسرائيل أكد فيها أن مصر قادرة على أن تحمي أمنها وتحافظ على سيادتها أرضا وجوا وبحرا، وأن شعب مصر بعد ثورة 25 يناير يختلف عما كان عليه قبلها. أما في العراق احتفل السنة وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لحصول هجمات إرهابية، فيما أعلنت المراجع الشيعية أن الأربعاء هو أول أيام العيد. في صنعاء تجمع مئات الآلاف من اليمنيين المطالبين بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة في صنعاء لأداء صلاة عيد الفطر، وردد المحتشدون هتافات تدعو إلى بناء يمن جديد وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى إسقاط بقايا النظام. صالح جدد في كلمة العيد من السعودية حيث يتلقى العلاج وضع آلية لتطبيق المبادرة الخليجية، وكلف الحزب الحاكم بالتفاوض مع المعارضة على أن تجرى انتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن. كما أدى المسلمون في دول شرق آسيا وباكستان وأفغانستان وغيرها الصلاة ترافقها احتفالات العيد السعيد، وكذلك المسلمون في روسيا والدول الأوروبية، حيث أدى وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو الذي يزور البوسنة صلاة العيد في العاصمة سراييفو. وقبل ساعات من عيد الفطر اكتظت العبارات النهرية والقطارات في بنغلاديش بالركاب العائدين إلى بلداتهم وقراهم لقضاء العطلة مع عائلاتهم، كما ازدحمت شوارع العاصمة دكة بالسيارات والعربات التي تجرها الدراجات. وفي محطة القطارات اكتظت عربات الركاب بالمسافرين حتى الأسطح، وتزاحم الناس وتدافعوا أمام الأبواب والنوافذ.